بسم الله وتوكلنا على الله. بسم الله وتوكلنا على الله. تعالي تعالي. بس بس خلاص هتبوس. انا ان شاء الله اول حاجة اول ما بطلع من الدار بجي عليه بفكه من خانتي وبحطه في الخانة الثانية مشان افطره. هي اهم حاجة عندي في الدنيا هي ذا الفرس. من الجدية واحنا الحمد لله بنربيهن ما بنستغنى عنهن لا ليل ولا نهار. الصبح كالعادة بطلع من الدار من البيت بجي عليه بمسح عليه بتعطني بوسة بطلعها من خانتي بحطها في الخانة الثانية مشان نفطرها افطورها. يا رب تعال 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 تعال. لازم الصبح تفطر. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله حبايبي باي ها دربكوا على الفرس ودربكوا على الأغراض ودربكوا تغلب أمك. طيب يبا طيب عبودة حبيبي يلا باي سلام من رايح الشغل ها ماشي بروم. صباح الخير يا حلوين. الصنعة صار لي فيه 23 سنة. 19 سنة مستقل بذاتي. الورشة هذه اللي بتشوفوها اللي فيها الحين 19 سنة. كان زمان الوضع القديم كان الإنسان أي تكة في السيارة بيجي بيصلحها ويسألش عن وضعها إيش ما يصير فيها بيجي يجري يصلح. مهنة الأساسية اللي هو موتور وعفشاة. اليوم الناس الوضع البلد شوي صعب فمسكين بيصير معه شغلة صغيرة بيمشي حاله بيصير شغلة أكبر وأصعب من ما تكون شغلة صغيرة. يعني بالخاص سواق الخط بيجري طول النهار على الشارع دوب يصفي اكله لاولاده. فكيت الحمال فك لي طلع لي قطع جنزير. قدم 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 بس ما افتح كبوت. ايوه بالعكس محمد. طبعا الشغل اليوم مو زي زمان. الواحد كان بيقدرش اصلا يقعد لكن اليوم الوضع البلد صعب شويه فبعض الاحيان بنقعد نتخرف وبننبسط. الشاب الاخ المناضل ابراهيم طبعا انا بعز هذا الصنايعي عندي معتبره زي واحد من ولادي. وبعدين بيني وبين الصنايعيه مش قضيه معلم وصنايعي قضية انه انا بحبهم بعزهم بحترمهم كانهم ولادي. بعدين ابراهيم صنايعي قاعدين كيفك بيعجبك.
عبود. وين ابراهيم؟ هاي مالك؟ ايش؟ فطرت الحمام؟ ايه؟ طيب شو اسمه؟ عمك سوت الغداء ولا الساعة؟ طيب يلا، يعني. تعال نشوف الحمام أول عشان نشوف أمك جاهزة الغداء ولا لا. هاي مالك؟ هات يا هات يا عبود، عبود هات حط الحمام هيك يلا. يلا عبود ها. يا إبراهيم. يلا حبيبي. أيوه. أيوه. يلا. حطله. حط الحمام. حط في ايدك وابذر، حط في ايدك وابذر على الارض. ايوه 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 حط. ايوه تعال ابراهيم حط على اخوك. يلا قوم تعلم. ايوه تشطر. ايوه حط. احنا البدو هاي حياتنا، حياتنا هيك طبيعيه بنعتبرها. قد ما اختلطنا في الحضاره احنا البدو زي ما احنا. خلصت الشغل وجيت الحين بدي اتغدى، فجيت امر على الحمام اكل ولا ما اكلش. طبعا انا اولاديه بعلمهم اللي انا تعلمته من ابوي، اللي هو الحركه دائما، الشطاره من مصغره تعلموا كيف طعم الحمام كيف طعم الفرس. يلا يا شباب يلا نطعم الفرس. الخيل بتداو بتباهوا فيه من عند افضل فرس، من عند احلى فرس، اللون الاشقر واللون الاسود. انا بحب الفرس بعشقها من قلبي، حياتي متعلقه فيه، ربيتي كتربيه الاطفال، فبيني وبيني يعشق وعمر طويل. فانا بنام وانا بحلم فيه، بروح على الشغل وانا بلي عندي، الصبح لازم اطل عليه، بروح على الورشه بشتغل شغلي، الظهر بجي بطعمها، العصر لما اروح من شغلي باجي عليه، حاب اطلع بشد عليه وباطلع. حتى لو كنت مهموم وكل هم الدنيا في ظهرك في قلبك، هذا الفرس اركب على ظهري ما بتحسش ولا بألم في صدرك ولا ألم في قلبك. ايوه ضب ايدك، قرب كمان ايدك. ايوه كمان ايدك الثاني قرب. هي ايوه يلا هات شد. يلا ايوه قرب ايدك. ايوه ايوه تعال معك. ايوه ايوه جدع. ايوه خليك انت تطلع راس الفرس. ايوه طلع راس الفرس من رايح. هات جيب شد علي. ايوه لف علي. ايوه ايوه لف لف. ايوه تعال لف. ايوه تعال تعال تعال. ايوه خليك ماشي ورا. ايوه انا بعود بطنيتي على ركب الخيل من مصغرهم، يعني قبل ما اطلع الحين بجيبهم زي هيك بركبهم. يا ابراهيم ما شاء الله يعني بدا يتعود، بيمسك الفرس لحاله بسوق لحاله. ان شاء الله ما بكبر بكون هو تعلم ايش اللي ابوه تعلمه، بتظل حب الخيل له في دمه من مصغره. بكبر على انه لازم يكون فارس، وان شاء الله ربنا بيكرمنا ويكون خيال جدع ان شاء الله. الله حي الله حي. يلا امسك يا مرحب يا مبكر. افراحنا البدويه فيه اللي هي الصابيه. الصابيه هذه بيجي فيها هجانة وخيالة، بيلعبوا فيها زي ركض
عقبال بعض، اللي بحط يده على كتف الثاني، كذلك الهجانة اللي هو الجمال، بصير عندنا زي ما تقول أحلى إشي في الفرح اللي هو الصابية. الحين في الوقت هذا احنا عايشين في الشتاء، ففيش أفراح كثيرة، فبنتجمع مع بعض، بنشوف ان عندنا بورة وساعات بنلعب فيها، بننبسط فيها، بنرفع عن نفسنا، لأن هذا الخيل ظهورها كنز وبطونه عز. يلا جاهزين؟ يلا روح 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 روح. هلا يا عبد العالم. ايوه خلاص. تعال سعيد. وين تعال؟ الله يرضى نار الاخ عندك يا ابو شيخ. اديه خلك ولا اديه خلك ولا يا ابو احمد. يا مرحب، اهلا وسهلا ابو محمد. طبعا يا مرحب. دفع 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 ابو محمد. يا مرحب ابو محمد. سلام ابو احمد. يا مرحب ابو رياح يوسف. بالنسبه للبدو، البيت لو كان فيلا او قصر اللي يكون جنبه شق. انا كشخصيا لا ارتاح، عندي دار 270 متر، برتاحش الا في الشق برا. عندي دوشه، عندي دوشه اليوم، كل يوم في الشغل، صوت السيارات، الدق، الديسك، المقدح. فبروح على البيت، باخذ لي دش، بشوف اطفالي، الا اطلع على الشق، برتاح في الشق، بنبسط في الشق. هيك طبيعتي، هيك انا عايش. يعني تقول لي روح على المدينه، بحبش اروح على المدينه. عبدو يلا 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 وديت مين من هني شنو كانوا نعرف افتح اولاد افتح الطريق افتح شوي شوي يا اولاد شوي 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 انا وسهلا يلا الحياة هذا المحبات يلا هدي 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 خلاص 100% ولا حاجة تمام. أما كيف؟ أما كيف هي الموزة لما غزيت؟ أنسى شوف لنا هي أنا ما شفت مع عبد الله وبحصل تقريبا من الفنان. آه جاء علي زي مع الورشة قال أنا شايفك من الغربات. قلت يا راجل من الغربات يوسف. قلت قلت والله رجل. قال لي انت اللي خشيت في الناس. قلت الحمد لله علامة صارت. يعني بعض الاحيان بيجونا
شباب اللي بشعر منهم بيقول شر واحنا قاعدين في الليل، بيجونا ناس غروب بيقعدوا بيتعللوا بيشربوا شاي بيشربوا قهوة بيصرعوا عندنا. في برضو كمان عندنا شباب بيجوا بدقوا عليه رغول، بيكون شاب يعني كمان بيعرف يلقي الشعر، بيعرف يلقي كلمة الدحة القديمة. هيك تراثنا، هيك احنا بنرتاح، بنحس حالنا ان احنا اليوم انجزنا، بصير انك انت نسيت تعب النهار. عاشق بنتين فلاحة وبدوية يا يا يما وين ودك تروحي بيا، عاشق بنتين فلاحة وبدوية يا فلاحة تقول وينك يا ولد عمي، يا روح الروح حبك يسري في دمي يا ظلك بالي دخلك يا مزول همي، لا تنساني خلي في قلبك حنية يا يما ويل وابعد محبوبي عني، كحيل العين بسود عيونه كتلني يا والبدوية لما نفلت شعرها جيش التحرير يضرب على الخامسمية والبدوية لما نفلت شعرها جيش التحرير يضرب على الخامسمية مجروح جرح الهوى ويا مين يداويني يا الله يعينك هو جفرا وهي الربيع بين البساتيني